فبصورة عامة طبعا في احتياج بصورة يومية طبعا أكيد للمواد الغذائية، لكن أهمها الخبز بالإضافة طبعا إلى المياه. وبالتالي يعني إحنا حاولنا إن إحنا الفترة الأخيرة كان هناك مخزون في داخل غزة في مخازننا للدقيق القمح. طبعا كان مهم جدا بالنسبة لنا إن إحنا نستمر في تقديم الدقيق القمح إلى المخابز حتى نستطيع أن نساعد الأسر على الحصول حتى على الخبز. بالإضافة إلى هذا طبعا يعني في مشكلة أكيد في توفر المواد الغذائية في المحال التجارية. إحنا كنا قبل هذه الأزمة كان البرنامج بيوزع قسائم إلكترونية في داخل غزة بيستفيد بها الناس إنهم بيروحوا للمتاجر ويستبدلوها بمواد غذائية. كل طبعا المخزون بدأ على النفاذ، سواء كان في المحل التجارية، الوقود اللي بيخلي المخابز تشتغل. بالإضافة إلى ده طبعا أكيد المحل اللي الناس بتروح تستبدل منها القسائم. وبالتالي طبعا المية والأكل هو من السلع الأساسية اللي احنا أعتقد تم إعطائها أولوية في القوافل اللي دخلت غزة الأيام الأخيرة. يعني تقارير أكيد طبعا في تقارير يومية بتيجي لبرنامج الأغذية العالمي لحضراتكم عن الحالة في غزة والتقديرات الخاصة بمدى يعني استهلاك المواد الغذائية أو الحاجة اللي محتاجينها المواطنين وأهلنا في غزة. سؤالي لحضرتك فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والتموين، لأن احنا في ظل حرب، في قصف يومي، في طرق بيتم قصفها، ازاي بيتم توزيع المواد القمح والمواد الغذائيه دي من المخازن للمحال التجاريه عشان توصل لاهلنا في غزه؟ يعني اكيد في مشكله فيما يتعلق بالامداد والتموين وتوصيل المواد الغذائيه المطلوبه لاهلنا في غزه. يعني عندك حق، وانت لمست اكتر نقطه مهمه في الموضوع، ان في داخل غزه حتى مع ادخال المواد الغذائيه اللي بتخش عن طريق القوافل في مشكلة كبيرة وهي التحرك في داخل غزة. يعني حتى في تجار الجملة ما زال عندهم مخزون بس مش قادرين يوصلوا المخزون اللي موجود عندهم للمحلات التجارية، لكن أنا بتكلم يعني المخزون اللي مع تجار الجملة لا يتعدى أسبوعين. وبالتالي مهم جدا أن يكون في الخطوة الجاية تأمين التحركات داخل غزة. بالإضافة طبعا أن البنية التحتية تأثرت، يعني طرق كثيرة اتدمرت، وغزة كانت بالفعل تعاني حتى قبل هذا من أنها كانت البنية التحتية فيها ضعيفة، وبالتالي أصبح في صعوبة في الوصول من منطقة لأخرى، والتحركات حتى وعلى الأخص إذا كنت بتنقل كميات كبيرة من الغذاء. بالنسبة للبرنامج إحنا يعني طبعا عشان كده إحنا بنشتغل حوالي هم ثلاث مخابز اللي بيشتغلوا دلوقتي، إن عندهم نقص شديد في الوقود، وبالإضافة لده صعوبة الوصول لهذه المخابز. ما زال لدينا كبرنامج أغذية عالمي بعض المخزون من دقيق القمح موجود في المخازن، ده اللي بنقدمه للمواطنين اللي بيتحول طبعا لرغيف القمح اللي بيقدم بيهم بصورة يومية. طيب يعني احنا بنقول ان احنا بقى عندنا يعني مخزون قليل جدا، لكن الثلاث مخابز دول هل هم سهل الوصول ليهم من قبل اهالي غزه، ولا الناس اللي موجوده بس في المناطق المحيطه بيها هي اللي تقدر تاخد العيش؟ مفيش اي وسيله ان احنا نوصل العيش المخبوز ده لاهالينا في الاماكن المختلفه؟ بصي، هو طبعا انت يعني ما تبصي على عدد سكان قطاع غزه حوالي 2 مليون شخص، 2 مليون شخص وثلاث مخابز طبعا اكيد لا يكفي، لكن الان يعني الكل مع القوافل اللي داخله في اجهزه معلبه جاهزه للاكل، او عفوا اغذيه يعني جاهزه للاكل، معلبات كلها في الحقيقه في يعني من ناحيه الهلال الاحمر المصري برنامج الاغذيه العالمي في تكاتف لجعل طبعا كل شيء اولويه، والعلاج أولوية، والمعدات الطبية أولوية، لكن أيضا الغذاء والمياه. وأنا شايفة أن جزء كبير من المواد المحملة على هذه القوافل مواد غذائية.